لأن القصة مشهورة وتعتبر مضرب مثال. يا سلام، مضرب مثل. قالوا فلان وفلان في خوتهم، هذول خوة الشلقان. الشلقان ذولي رجال من أهل الشمال، غزوا وتصاوب منهم واحد وانهزموا. قال الرجال أنا كسير ودمي ينزف، خلوني والله يحلكم في الدنيا وفي الآخرة، روحوا وانتوا القوم يلحقوننا الحين، فروحوا في حل. قالوا لا والله ما عاشرتي، إن من ما جينا سوا عشان نخلي واحدة ورانا ونرجع لأهلنا، وش نقول لأهلك وش نقول لأنفسنا أصلا. الله الله. قام الرجال وحلف عليهم وتكلم عليهم وقال أبد ألا روحوا وأنا صويب والرجاجيل ورانا. قالوا أبد. انصرفوا منه وظن أنهم راحوا وفي قرارة نفسه أنهم بيرجعون، لأنه يعرف أخوياه ورجاجيل يشربوا من عنده. قاموا يطول الأعمار وراحوا لسرحها وطالحة شجرة، قاموا عليها وقصوا من فنودها الكبار وحطوا عليها من الورق الرقاق وحطوا عليها كأنه نعش، فصلوا كأنه نعش، ورجعوا على رفيقهم وقالوا إن ما جبنا ما تخوانا عشان نخلي واحدة ورانا ونرجع. فرجعوا برفيقهم مكسور، واحد منهم أصغرهم سن قصير، فلا منه مشى مع النعش صار يميل عليه شوي، فيتألم رفيقهم مصاوب ومكسور ونزيف ويتحرك مع الحركة. قام هالصغير وقام وخذ له حجرة سبيرة وحطها على متنه، فزاد على ثقله التعب وثقل البندقة والسلاح اللي معه وثقل رفيجه ثقل الحصات، وتحمل لأنهم رجال وهذا اللي خوه. يا سلام. وأكملوا مسيرهم وأكملوا مسيرهم، ويوم ويومين وصار لهم الأحداث الكثيرة اللي اختصرتها، حتى وجاء عند مورد ماء. نزل واحد منهم، وأنتوا خابرين العدود الأولى تنزل في الأرض، ولا نزلت في الأرض معك تروح تنها خدام جبال وكلها تحت الأرض. لو يشوف مثلا في مقاطع الناشر الجرافيك وغيرها عالم تحت الأرض. صحيح. وتنقطع الرؤية، يقل الأكسجين. المهم من واحد منهم نزل، قالوا هذا عد مارد مارد عد جاهل للماء، من اللي بينزل من اللي بينزل. قال رفيجه وأنا اللي بنزل. قال ألا أنا كلهم يتسافون على الشر، كل واحد يقول ودي الشر يجيني أنا عن رفيجي. فنزل واحد منهم ومعه حصاء ومعه مشعل، المشعل يوم أنه توسط فالخط طفى من الهواء ومن الأكسجين، قلت الأكسجين طفى النار. المهم أنه قرب يوم وزلق وصفى، يوم قرب من الماء رمى الحجر، يوم سمع صوت الماء قام وعرض عصاه، كان معه عصا وعرضها ورجع لأخوياه، بشر أخوياه بالماء، قال أبشروا بالماء وأبشروا بالحياة عقب ما تيقنتوا بالهلاك، مسير ومصابين وماء وقل ماء. يوم انزلوا اثنين أو ثلاثة بقربهم، واحد اثنين معهم المشعل، قال شوفوا يا رجال والله ودين ويمين إن هذه العصا إني عارضها وإني ما تعديتها، عشان ما تقولون الرفيدكم شرب من الماء وخلاكم، يا نشرب سوا يا نعود سوا. قالوا ما فيك شك يا فلان وجهك أبيض. انزلوا الثلاثة وعبوا قربهم وعودوا. هذا الموقف الثاني. الموقف الأول إنهم ما تركوا فصلوا له النعش، والثاني الوحيد منهم شال الحجر على رأس على كتفه، والثالث اللي نزل في الماء وعرض العصا عشان ما حد يظن، مع أنهم هم ظانين رجال. المهم يا طوال الأعمار وأكملوا مسيرهم، قل معهم الزاد، الماء معهم ولكن قل معهم الزاد، كان معهم عربوت تمر وقل مرة. جو يطول العمار على بيت شعر وشافوه من بعيد، ونصب راعي بيت الشعر هذا وقالوا ما يدري فيهم بنحطك في غار، إن ما نعرف راعي هالبيت، خاف إنه اللي غزناهم ولا خاف إنه قيمان ولا خاف إنهم يستهلكون، فلا منه حصل بيننا وبينهم شيء لأن نخف منك ولا صار لنا شيء يصيبنا ولا يصيبك، وحطوه في مكان الرفيع في غار وانصرفوهم. جو الرجع راعي البيت ما لقوا راعي البيت، وجدوا مرة حرة ترحب وتهلي إياها لو سهلة من قالوا إن ضيوف، قالت يا هلا ومرحبا بالضيوف. الرجال وراعي المحل كان سارح بحلاله، ويوم شاف الرجاجيل ناصين حرمته الظن الشين اقرب من الظن الطيب، خذ بندقه وفلكها وجاي يركض، ظن ان الرجال جايين او قطاع طرق او ناويين الرديه. المهم انه فلك بنته، ويوم شافت رجلها يركض قالت مالحوا مالحوا، اعطتهم قطعه ملح وقالت مالحوا يعني اكلوا من هالملح شوي حتى يصير مثل بينهم، يقولون الحين في الخوة قال بيني وبين فلان عيش وملح كيف أبور فيه، هذا عادة قديمة. قالت مالح، فقامت تنطح رجلها، رجلها جاي يركض وجاي تنترك، قالت تراهم مالح وتراهم مالح وخطار. قام الرجال قال هذول ضيوف الرحمن يا هلا ومسهلا، لأنها طيب من المرأة بعشر مرات، وذبح لهم الذبيحة وكرمهم. يا سلام. الرجاجيل ما هنت لهم العيشة، كيف يأكلون ورفيقهم متصاوب وفي الغار، واحد منهم يأكل والثاني ما ياكل وخطرهم يبزانه، واحد يقطع الحمه ويحطها تحت الصحن. الرجال ذيب وفراسة البدوي الرجل العربي فطن فيهم وقال وقطع اليد بجنبها من الذبيحه وقال اكلوا يا رجال وهذا نصيب رفيقكم اللي تركته، ما يدري عن سالفتهم ولكن فطانته، شاف اكلهم قليل ويخلون بعض اللحم تحت، قال
اكلوا وعينوا من الله خير وهذا قسم رفيس. يا سلام يا سلام. تبسموا الرجال ولكن هذه فراسة المؤمن وفراسة الرجل العرب. يا سلام. المهم انهم تنقذوا ورجعوا لرفيقهم وخذوا من اللحم وتعشوا ذاك اليوم وتغدوا من باقيه واكملوا مسيرهم يبون يرجعون لاهلهم، وكانوا مسيرهم يعني مسافته مهيب سهله. قل عليهم الاكل وقل عليهم المناكس ولكنهم قربوا من الديره. قاموا اثنين منهم البواردية يدورون شيء من الارانب، شيء من الصيد، شيء من حتى لو الجرابيع. العرب اول يجينا سوالفهم في سنه الجوع ياكلون لو الورق. صحيح. ما عينوا شيء الا عينوا لهم جريبيع جربوع صغير. قالوا هذا نصيبك يا فلان يا المكسور، رجال مكسور ورجال نزفت دم، وانت احوج واحد فينا لو اننا متيقنين بالهلاك انك احوج واحد من الحمى وهالجربوع. شبوا نار وحطوه في المله. بعدها يا طويل العمر قال الرجال انا عبء عليكم، شايليني على ظهوركم وحاطين الحجر على كتوفكم وتنقلوني ولا نسيتوني وتعطوني، والله انها حرام علي وانها ما تطب في بطني. يا فلان يا فلان قالوا لا عطوها فلان الكبير. كل قام يقول مالي فيها وعطوها لفلان الصغير اللي هو قصرهم الصغير. قالوا انت صغير ورجاجيل كبار غلبوه بالكلام. قام الوليد وراح منهم بعيد وكنه كله هالجربوع، ولكن حطه بين ثوبه وجلده وضرب يديه في التراب وبدا يمسح يديه وبدا يمسح فمه ومشوا. ولين قعدوا لهم يومين وثلاثة ايام حتى وصلوا لاهلهم وديرتهم. يوم وصلوا لربعهم بداوا يشكرونهم على رؤفتهم بعض ووقفتهم مع بعض ويقولون هذا الفعل الطيب. قالوا عدوا المواقف كلها الين جو الموقف الجربوع، وقالوا ما عيننا في يوم الا جربوع وحيد وعطيناه فلان. قام ابو الولد الوليد الصغير واسود وجهه وخرط غترته على وجهه وقال في خاطره سود الله وجهك يا ولدي. قال ليه فعلت كذا يا ولدي؟ قال يا ابوي انا حاسب من حساب هالموقف. وشل الردة من ثوبه وطلع الجربوع بذنبه الله يكرمكم وقال شيء يا ابوي يا بسنسنه حجره. قال والله انا ما يطب جوفي ولا يطب جوفي شيء ما ذاقوها اخويا. قال بيض الله وجيهكم. واصبحت هذه السالفه مضرب مثل من عشرات السنين الى اليوم. حتى تكلمت عن الاخويا جت في بالي مباشره وانا متاكد انها جت في بالكم في بال من يشاهدنا. يا سلام. لا فضل الله يا مساعد بيض الله وجهك ما شاء الله تبارك الله. الله لا يضرك ويزيدك من فضله. الله يجزاك فعلا يا اخي. الخوه هي اللي تلزم في كل شيء. يعني ممكن حتى الشباب يعيشون مع بعض في برامج واقعية احنا ما عايشنا مثلها ولا جلسنا حتى واحد ما يجلس مع اخوه طول ذا الساعات وطول ذا الايام. تشوفه وانت زعلان وتشوفه وانت مبسوط.